بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أبو اليمن من قناة التميز في الشروحة. اليوم إخواني راح نوضح خطوات تصوير فيديو لسطح المكتب على ويندوز 10 النسخة النهائية اللي صدرت منذ ما يقارب الشهر. طبعا راح نستخدم أداة من إنتاج شركة المايكروسوفت، وما راح نستخدم أي برنامج آخر خارج إنتاج شركة المايكروسوفت. في البداية إخواني بنذهب إلى المتصفح ونكتب داخل مربع البحث، نكتب كلمة مايكروسوفت إكسبريشن إنكودر فور ويندوز 10، وبنضغط بعدها على مفتاح إنتر. طبعا بنبحث الآن عن الخيار الثالث، طبعا ممكن يكون عندك الخيار الأول، المهم يكون هذا الرابط خاص بشركة المايكروسوفت وبكون مكتوب عليه داونلود مايكروسوفت إكسبريشن. راح تظهر لنا الصفحة الخاصة بشركة المايكروسوفت، وبالأسفل في عندي خيار اللي هي المتطلبات من أجل تثبيت هذا البرنامج. طبعا هو برنامج صغير جدا. الآن إخواني بنضغط على خيار داونلود من أجل تحميل هذا البرنامج أو هذه الأداة الصغيرة على جهاز الكمبيوتر. وبعد ما ننتهي من تحميل هذه الأداة بنذهب إلى خيار This PC، ومباشرة إخواني ندخل على مجلد الداونلود. راح نشاهد الأداة اللي قمنا بتحميلها، اسمها Encoder English. نضغط عليها دبل كليك ونقوم بتثبيت هذه الأداة على الويندوز. نضغط الآن على خيار Accept الموافقة، ومن ثم نكمل التثبيت باختيار Next حتى ننتهي من عملية تثبيت هذا البرنامج على ويندوز 10. بعد الانتهاء من تثبيت البرنامج بنتوجه إلى خيار Start ونختار خيار All Application، وبنبحث عن برنامج مايكروسوفت اكسبريشن اللي قمنا بتثبيته. طبعا راح نلاحظ وجود اكثر من برنامج بداخله. الخيار الاول اللي هو مايكروسوفت اكسبريشن انكودر، بنضغط عليه رايت كليك ونختار الخيار الثاني بين تو تاسك بار من اجل اضافته على تاسك بار اسفل الشاشه. في عندي البرنامج الثاني اللي هو مايكروسوفت اكسبريشن سكرين كابتشر، وهو المخصص في التسجيل، ايضا نضغط رايت كليك نختار خيار بين تو تاسك بار. بعدها بتلاحظ وجود البرنامجين موجودات داخل التاسك بار أسفل الشاشة. الآن إخواني بنقوم بتشغيل برنامج سكرين كابتشر. راح تظهر لنا شاشة، بنختار من خلالها أو بنضغط على خيار الريكورد الموجود باللون الأحمر. راح تظهر لنا شاشة ثانية بطلب منا تحديد المساحة على الشاشة اللي احنا حابين نقوم بالتصوير من خلالها. بعدها نضغط على خيار الريكورد الموجود أمامنا باللون الأحمر. بعدها مباشرة راح يظهر لنا عداد تنازلي من أجل البدء في عملية التصوير والتسجيل. وبعد الانتهاء من عملية التصوير أو التسجيل بإمكاننا نقوم بعملية إيقاف للفيديو بالضغط على هذه الإشارة ونختار خيار Stop Record. مباشرة راح تظهر لنا شاشة بداخلها يوجد الملفات اللي احنا قمنا بالتسجيل. بإمكانك تضغط على الملف لمشاهدته، وبإمكانك أيضا تضغط على الثلاثة نقاط لتحديد مكان حفظ هذه الملفات عندما تقوم بعمل شروحات أخرى. وأخيرا إذا أعجبك الموضوع لا تنسى الاشتراك بالقناة، ولا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب وانضم إلى صفحتنا على الفيسبوك.